خشيني غمر خص داني نقع كعرف وردني يعني ساز من الشرب يعني ولكن مرجع نعاود توارد هذا ساعني ولكن تقانا ما تقانا في غيرات فهم المهم الفرونتير تبلع تزايا يبلع مين غانك وين ديها شي قارش شي قارش حنا شي قارش حنك مان يعني قيم الحبوس 10 اخوال وتا شاب تيليفون حتى 10 نيخش شاب بي سي اه لا اله الا الله المهم النظارة قا لا اله الا الله محمد رسول الله اني غنيني فهم احسن غاز من مريتش نيخش نحاش نغني المهم خذا انا عارف كاميرا صاز من بيسري زوينه نبلع المساجد عاود صاز من نصني بيسري ايكار ومي جا سقان مين غنيني الرياض يزيد وزيد وزيد المساجد ماني سكاين اي المهم انت سي ضابي خان غيعفو زي ثماثا وهاي ني ما رضينيش انا حاش من احسن بن معاود ذي عذري خف النص فهم هاي ني غنيني وش لا اله الا الله احسن كلمه نيني شي موتا مستوره هاي ني غنينيش سي تبارك الله العظيم شيني غميني تجا فهم تحياتي تحياتي نادور بريس كنشكروا نادور بريس على هذا الاستضافة كل يوم وكل اسبوع ولا كل شهر كيقوم بالزياره لهذه البلاصه قال لك السؤال ديال اليوم قال لك راه بغاو يحلوا واحد البيسري في مدينه سلوان كنقول البيسري راه ما غينفعش لهاد الناس اللي كاينين هنا اصلا البيسري كيكون الاجانب اصحاب السياحه اصلا حنايا هنا الناس هنا سكرانين بالبيسري ولا بالبيسري حيت الجيب خاوي فين غيلقى الفلوس باش يشري هذاك الانواع ديال الكحول داكشي اللي بغيت نقول لك تعلق بمساله هذا البيسري اللي كنسمعوا في هذه الايام على انه غادي يتحل لنا في الناظور زعما كيبان لي احنا درنا كل شيء عندنا السبيطارات وعندنا يعني فرص شغل بالفائض وعندنا شركات وعندنا مصانيع يعني بقى لنا غير هذا صراحة والله العظيم أقول كلمة وأضعها بين قوسين وكنقول لهم نعلط الله عليهم وش الناظور يعاني ورانا في أزمة وكورونا والمشاكل والهم وفي التالية نصدقوا بغاو يزيدوا لنا الهم هاد 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 البيسري أصلا كان تحل في واحد الوقت من تحل مرجان ودرنا عليه ضجة باش يتحيد وراه تحيد واليوم بغاو يحطوه لنا بواحد الطريقة فنية باش يلهيو الناس في هذه المسألة ويخليو المجتمع ديالنا ما يتلهوش في الأمور اللي معقولة أنا صراحة سأقولها وأضعها بين قوسين وكنقول لهاد الناس نعرض الله عليكم جميعا ما لقيتوا فاش تفكروا ما لقيتوا باش شنو غتجيبوا لنا باش تجيبوا لنا شي مواضيع شي مسائل اللي غادي تنمي هذا المجتمع وهذه المدينة أصلا الممزقة كتجيبوا لنا شي مواضيع وشي افكار اصلا كتمزق المجتمع اكثر مما هو ممزق. حنا كابناء الريف بصفه عامه الناس محافظين ربما كتشوفونا يعني ديما يعني ملتزمين لكن من كتوصل الدرجه على انه تحط لنا كيف حال هذه القذاره اللي اصلا حطوها لنا اليوم طبيعه الحال راه ما غتلقى حتى شي بيت في اقليم الناظور غيوافق على هذه المهزله اللي كانت وان اقتضى الحال ان ابناء الريف بصفه عامه وابناء الناظور بصفه خاصه بمجرد انه تحل هذه المهزله وهذه المزبله كاملين غيمشيو تماك باش يحاولوا انهم يقولوا لا للعهر اللي كيجيبوه لنا هاد الناس وهاد الافكار اللامسؤوله اللي كتجي من هاد التريكه الخلا والسلام عليكم ورحمه الله. قالوا لي راه كيتحل شي حاجه ديال بحال داكشي ديال كافور ولا داكشي ديال المرجان اللي كيتباع فيه الشراب في سلوان وإلا كان هذا الشيء اللي باغيين يحلوه ولكن ماشي يلقاوني تكران انا في الشارع ويهزوني يحلوه مرخص بحال المرجان في الاول كما كنا كنشربوا في الاول حيت انا عندي الشراب ماشي شراب عندي الشراب مجرجر ملي نشرب ندور كدا ننشط نجو نحس بشي حاجه مزيانه نحيد مني القنط ولكن باش يتحل الشراب وفي الاخر نطلع ما طلع ما خصناش هذا الشيء يبقى في وجده ويبقى بركان ما خصنا لاش لا ضرائب الشراب هذا مين غا بعدا مين دوم غيني كنخو هذا تسرى الخبار هذا الجديد يا ما كنخو الله هذا غنعني الجن يقتلني نغني وقيني تو خصنا نبقى كمر الناس سبيطار والنوفي ولا نقاتو التنظيف ما عرفتي نبقى ندير حبوسات اني كتكمر نداوم كشخص سبيسريه يا واش مين داش غينا هذا يسندي غزا السيهام ابو تقبوتو مين دوم غيني